قصدًا وحاوي وحيد حمرتي حجاج بن يوسف الثقفي وأذكرنا إنسان أمير كأها دولك العراق دولدي أمويين تحل جذا يويلير وكذا شيء بني هاشم حجاج وحا أبتيال وهارير بني أمية ومعاوية وكذا شيء ويل كان يرنا وحو استرهان كسو جيدي رير بني هاشم وعلي بن أبي طالب وكذا شيء دقالنا وكذا حيي لبدا قولا قصدو وحا يكب اللابان إيسا حجاج بن يوسف الثقفي حجاج بن يوسف الثقفي أيا مال مالمها كمدا وحاو آذي إنو صو أغارسدو وحاو بحي أغارسي حجاج بن يوسف الثقفي وحا نري وحاو بحي أغارسي سيو أصو أغارسدو أغار لنك حجاجها مركي وبنانك مغالدي كتغي بوحو أركي ويليار وقعان تكوها يساقال أي حرقاء كحريهين ساقال أي حرقاء كحريهين أي وقعان تكوها ويليارا حجاج وحو سود الاستاغي ويلكيارا تمنجرك اها ايها حرقه وضا قعانتك وهي وسود الاستاغي سؤال بو ويدية وحو كويري ويليهو محاد سمعين ايسا ويلكيارا انتو كرو ايغي بو وحو يري وحاد ايسي دا ورآنا كفرحن وحاد ايغو ايغتاي اندا دادك اللقول ليدو وحاد ايغولا هذا شيء هذا الاسلويني كجرتو هذا الكاغ روح اسلوين ايغو ايغيهاي عقلي قاعنا عقل دمير أيوة إجي هاي حجاج وحو يري إما جراني سدمية ويلكي يرا وحو يري وجي قاعنا مدو ويسا أيان كوكو قرطي مركاد هذا الإيقو باللوضي أديقون إسلام حجاج وحو يري ورهوغ سو مؤغد إنا حجاج هاي ويلكي يرا وحو يري إلهي قري قاعنا مسو دوويو مرتدا دانا إلهي كو مصور هذا البدن دا هذا البدن دا أو كرامة درن دا حجاج هذا الكين توسن رمين ويلكي يرا وكرتاقنا ساقو دلتاقنا هذا الكين ودحس عدو ومبا أسكرتي وارديين إسا حجاج بن يوسف الثقفي سوك العررتي وحي راهدين تلي هذا الوانكو مقليناي نعمر وان سمينيناي حجاج وحور ويلكي يرئي قادة هذا الكيسي آد مؤيحان جيي إيك حياة قصري جي مال كم ذا إيه كحرة والخيارة بيك حيان قصري جي بي مال كم ذا كحرين حجاج وحيس كسر لما يستأجرسي جي وحوك صار لعبت قصري جي سي مركي الكرسي جي فريستي وحوكيري إيسو صار والخيارة والخيبة وح على كيري قصري جي حجاج وكتلين جي أي فدين وسيردي إذا ما دي كل جسر سريجي ويلكي يرى مركو ماشي سو استاغي وحوري السلام عليكم سلانتي وحك عليا ايوواي او كرديا مركاسو دنعيها انتو ايغي وحو كجوابي حضلدا سو سوده اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين سدح ذا آيات أبو كد الأخريي وحو رمال والبوحات كد السيسان علامت وقرق حجاج ودقيها قرح ذي سيء يسيد أمرايدها أيهاي أيو ليابي مركز وحور وتتخذون مصانع ورشداء يدس ريسان لعلكم تخلدون سيدا إن أدونك كوا ريسان وإذا بطشتم حداد روح قبطان أدربتان إن حكنتان بطشتم جبارين ضد مضح أدك أو حد قدبي إذنك وآية ضدك قبا ريسان حجاج سيدا أي كرسي وجي فقدال قدال وصوف ريستي ضدك ماشا جوغي المدوره كمدة أي أويل كيرا وحي كي راهدين وح أدب مليهد أمير كمركات أسوء قلي سيسلان أقلن تما آذان سلام سو مؤغيد إناد أمير كعراق قرغي سكو جرتو ما سفي عن أسلان تد ويلكي يرا وحو يري وحاتيهين ديقادة دميركا إن أن سلان تنو عاسكو سلامو حجاج وحا إيدي دي وان داري بو يري ودمير بإسو مريان
jaranjarooyin dheerna way soo saareen markaan gurigan qasrigan soo galayay. Salaanta aad doonaysaan quruxda badan inaan ku salaamo xajaajna waxaan ku salaamayaa amiirulmu'miniin iyo asxaabtiisa ayaan ku salaamayaa, oo wuxuu ula jeedaa cali bin abi aalib iyo asxaabtiisii ayuu ula jeeday. xajaaj wuxuu yidhi, wiilkiibuu su'aal weydiiyey, wuxuu yidhi, maanta waxaa timid buu yidhi wiilyahow, ajashaadii geeridaadii baa soo dhowaatay. rajadii noloshii adduunyada aad ku lahayd inaad sii noolaato wiil da'yar baa tahayna way baaba'day. wiilkii yaraa wuxuu yidhi, xajaajow, ajashayda hadday gacantaada ku jirto hadalkaaga ima dhibayo, wax yar iyo wax badan waxaad igu tidhaahdaba ma dhibsanayo. wiilashii meesha fadhiya qaarkood baa waxay yidhaahdeen, jahligaaga iyo dabdaradaada waxay ka gaartay khabiith iyo xunka ah, amiirulmu'miniin inaad sidaa ula hadasho sida carruurta facaaga aad ula hadlaysa miya adab marihid bay dhaheen. fiiri, qofka aad la hadlayso si adab iyo usluubna ugu jawaab, ixtiraamna u samee, waa amiirkii ciraaq iyo shaam. wiilkii yaraa wuxuu yidhi, ma maqal miyaa buu yidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadalkiisii maydan maqal miyaa, soo ilaahay ma dhihin. yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa wa tuwaffaa kullu nafsin maa camilat wa hum laa yudlamuun. naf walba iyada isu doodaysa soo lama dhihin, aniga isu dooday idhaafa. xajaaj baa marka wiilkii hadal ku bilaabay oo wuxuu ku yidhi, hadalkii hadda aad lahayd yaad ula jeeday, salaantii gaarka ahayd oo hebel baan salaamayaa yaad ula jeeday. wuxuu ku yidhi, waxaan ula jeeday amiirulmu'miniin baan ula jeedoo cali bin abi aalib baan ka waday, cali bin abi aalib iyo asxaabtiisii baan ka waday. adigana wuxuu yidhi, xajaajow, haddii lagu dhihi lahaa salaanta noocaasi qof salaam yaad salaami lahayd? xajaaj bin yuusuf athaqafi wuxuu yidhi, cabdilmelik ibni marwaan baan salaami lahaa. oo cabdilmelik markaasi waa reer bani umaya, waana boqorka markaa talinayo xajaaj uu ka amar qaato. wiilkii yaraa wuxuu yidhi, ma cabdilmeliga faajirka ah lacnada allah ha ku dhacdee, tii malaa'igta iyo tii dadkaba ha ku dhacdee, makaas ayaad salaamaysaa? xajaaj wuxuu ku yidhi, maxaad u tiri cabdilmelik faajir, maxaad u tiri? wuxuu yidhi, khalad yar uu galay baa muslimiin badan dartiisa loo baabi'iyey. dadkii meesha fadhiyey, wasiiradii iyo dadkii xajaaj la joogay xilka meesha qayb ka hayay qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen, xajaajow, wiilkan dil, maxaa dhacay? daacadii amiirkii in la adeecali rabay wuu ka baxay, jamaacadii in lagu dhex jiro la rabayna wuu ka dhex baxay, oo dadkii isku duubnaa bannaanka ayuu ka taagan yahay. cabdilmelik ibnu marwaanna wuu aflagaadeeyey, marka in la dilo ayaan ku xukunnay. wiilkii yaraa wuxuu yidhi, xajaajow, dadkan kula fadhiya edab u yaal, waa dad jaahiliina, waxa aan ahay ma fahmayaan. xajaaj baa dadkii wuxuu ku yidhi, aamusa ani isaga isu keendaaya. xajaaj baa wiilkii wuxuu weydiiyey, wuxuu ku yidhi, ma garanaysaa walaalkay? xajaaj waxaa walaal la ahaa nin sidiisa kale u dhib badan oo yaman mas-uul ka ah. marka wuxuu yidhi, ma garanaysaa walaalkay? wiilkii yaraa wuxuu yidhi, haa, walaalkaa waa fircoon. markuu nebi muuse u yimid iyo haaruuna wada socdo si carshigii uugu fadhiyey isagas ay ka uga qaadaan, dadkii la fadhiyey buu la tashaday. adigana fircoon baa walaal kula ahoo, kuwan kula fadhiya ayaa la tashanaysaa. xajaaj wuxuu yidhi, qoorta ka gooya. marba haddii fircoon la sheegayba, wuxuu yidhi, qoorta ka gooya. ruqaashii nin la yidhaahdo waa xajaaj ka agdhow wasiirada ugu dhowdhow ah baa intuu xoogaa wiilka yaraa u naxay buu isyidhi, wiilka yar haddii qoorta laga gooyo da'dan yar waa ilmo yare, bal badbaadi. markaas wuxuu yidhi, amiirulmu'miniin oo xajaajow, ilaahay ha kuu gargaare inaadan wiilka dilin, isku day aniga isii buu yidhi, anigaa barbaarinayo tarbiyeynaye isii. xajaaj wuxuu yidhi, kaxayso, ilaahayna kuuma barakeeyo. wiilkii yaraa baa sida addoon camal loogu gorgortamayaa, kaxayso, ilaahayna kuuma barakeeyo. wiilkii yaraa wuxuu yidhi, uma mahad celinayay buu yidhi, kii ibixiyey iyo kii la isiiyey midna uma mahad celinayo. xajaajow, wax isiiyo qaado dad yidhi, iyo kii iqaadanaya labaduba mahad iguma laha. ruqaashigii wiilka yaraa u turayo inuu kaxaysta rabay baa wuxuu yidhi, waryaa, sideed u hadlaysaa? inaan geeri kaa badbaadiyo ayaan doonayey, adigana hadalkan miyaad igula hadlaysaa? intuu yidhi buu xajaaj eegay buu yidhi, amiirow, ma doonay inaan kaxayste, waxaa doonta ku samee. xajaaj marka wuxuu yidhi, wiilyahow, dhegayso, waddankeed ka timid. wiilkii yaraa wuxuu yidhi, masar baan ka imid. xajaaj wuxuu yidhi, magaaladii faasiqiintii baad ka timid miyaa? dhul faasiqiin baad ka timid. wiilkii wuxuu yidhi, maxaad ugu magacowday magaalada faasiqiinta? xajaaj wuxuu yidhi, biyaheedana waxaa lagu cabaa weelal dahaba, dumarkeeduna magaalada aad ka timid waa dumar heesaha ciyaaro oo meelaha ku boodboodo,
نيلك وبيغ نيل يا دحمران ووبي عجيب وهو دتكو اي ليابان اهل كدغن مصرنا عجم معها عربنا معها ويلكيرا وحوري حدبانو مغالدا كما ايمان لسعو حجاج وحوري حقيت كتمت ويلكي وحوري اهل خراسان بانهي دولكي مسلم يا بخاري اي كسو بحينو ايران يا افغانستان دولكا ايو شيكتي حجاج وحوري من شر مكان ميل لليابو شر بضن بات كتمت دين كونو كويري هاي ويلكي وحوري محاسدا اتري حجاج وحوري وادد عجم اه وان عرب اهينو عجم اهوية واسيدي حولها اريقا يالله دي يجيلو كلاوية هذا الكود وعلسي هو اللبكرو ميت كود غني قوهانتي لها هو بخيل ويلك وحور هدبانو مقالدا كما ايمان مقالدا كما ايمان حجاج وحور حقات كتمد ويلك وحور دولك شام ايان كايمد حجاج وحوري وحات كتمد دول في عن لأن دولك ايساقا دول في عن كتل مامي ودولكي معاوية اللوغة قرقارة مكو عالة دقالمي وحور وحات كتمد دول في عن لكن مالا كنب عهي انيقا مجرته وامال دتك كي ما دجير كود واد ادقي هاي ويلك وحور هدبانو ماشا كما ايمان حجاج وحور حقات كتمد ويلك وحور يمن بان كايمد حجاج وحور وحات كتمد مقالة دتك كذا ايسان كسين هدي احسان لو سمعيه واما هاتسنت هاي وولالك سايا كتليا ويلك يرا وحور محاسدا اتري حجاج وحور عد كود وحور ومعي هاي هذا الكودونا وجل عسي هاي مت كود عقلق بضنا وحو استعمالا ميوزيق ايهاسها كان جاهل كان خمرق ايو عباء ويلك يرا وحوري أنيقا كمد ما إيه هذا بكوا حاجة كمدلاً حجاج وحور حاجات كتمد ويلك وحور هر ما كأيانا هاي حجاج وحوري وحات كتمد كوا شربلاً أو جاهلين عقل غوذيري هاي نول أي كل ليهم بات كتمد ويلك يرا وحوري محاسدا أتري حجاج وحور واقلو إلا هاي النبي وناكسن كدو كسو نحساري نبي قيبي بينيين وين إريين قلو أيا إلا هاي كبت باديي أو إلا هاي وكسو نوي نبي إساقعة جعلاضي كراميي ويلكي يرا وحور هدبا انو ميشا كما ايمان هدبا انو ميشا كما ايمان حجاج وحوري جوابها هو ايغو باتين قلبي غيغا وحو اي شيغيا انان كودلو ويل يهو قلبي غيغا وحو اي شيغيا ويل يهو انان كودلو ويلكي يرا وحوري غيرينيدا هداي غعانتاده كوجيرتو اديغا ما كعابودي لهابا غيرينيدا هداي غعانتاده كوجيرتو اديغا ما كعابودي لها اي حجاج وحاد اوغاتا انيغا انان كايميد مغالدي رسولك إنان كايمد أكسونو مدينة المنورة إنان كايمد حجاج وحوري مغالو وناكسن بات كتمد دادك دقن وأهل إيمان وداد وناك جعل أي قبيل كاتك لطي قبيل كاتك لطي إيشك حجاج ويلك يرا وحوري وحان كلا شيء هير ليلة بني غالب أيان كلا شيء أو إسر أحان أو كلا شيء علي بن أبي طالب نسب والبو أدون كان كوعب ترسد قولنا وبابا نسب كان نجي مويا هدانا نجا نهر هير كان نبيغا ما بابا أينو إلى مالك القيامة وانجرينا حجاج انتو عراضي أدو عراضي بويري مدحة كقويا ويل كان مدحة كقويا دادك ما شفا ليبا وحي راهدين حجاج وويل يرى إلا الدل ما مدنه ما اتسكده يسد حوغا أيامنا عاطفة قولنا عن رسولك يفهم الكيس ويقادي حجاجنا ويكبقيان حجاج وحور ميا خصب وحاءه إلا الدلويل كان حتى هدو سمادة كالنواق والروح نواقه يأو يرادو يا الدلين أو حول جيدا ملك حتى هدو إلهي صادر يرادو ويلك يا الدلين ويلك إلا الدلواق قصب ويلك يرا وحوري نبي متهيدة يا سمادة كالنواقه حجاج وحوري أو إنا نكد لهدا يا إيقا كهرتاغن إنا نكد لهدا يا إيقا كهرتاغن أي حجاج ويلك ويدي ويلك يرا وحوري وحانا كالتاغن إنا تدشو روحا قلبك إيوه روحا كلت نحقلا وإلهي بقول جيدا الله كلت نحقلا روحا إي قلبك إيسا أي أني أدقنا إنا تدشو إيه كاعلين إيو حجاج وحوري إلهي أتشيغ إيسو إساق أي إيقو كالمين إيه أنيغ إنا كدلا أدقا ويلكي إلا وحوري ما يا إلهي كوكوما كالمين إيه شيطان كاغا أي كوكو كالمين إيه إنا أنيغ إدشو إلهي بان كامغان غالي أدقا إيه شيطان كاغا حجاج وحوري ويلي وحان كو أركا جوابتادو إني فربضانتو آد إيهو جوابيسو وحوير وحاد إيشيكتا روحا وحو ألا أقود دوان كرم إيشيكي كرتا ويلكيرا وحويري ها إلهي وحا اللو قود دوالا صونك إيه صلاة زكادة إيه حجك إيه إلهي اللو قود دوالا حجاج وحويري أريغا إلهي وحان قود دوانا يديقاقا sababtu ah waxaad i tiri waxaan ahay ilmihii xasan iyo xuseen faracoodii baan ahay soo imaad dhihin ha inaan aniga ku dilo laan ilaahay ugu dhawaanaya oo xasan iyo xuseen iyo faracaasi ayuu aad u nabcaa xajaaj bin yuusuf thaqafi wiilkiira wuxuu yiri isagoon cabsi iyo argagax midna ku jirin aniga waxaan ahay buuri awlaadii rasuulka ayaan ahay sallallahu calayhi wasallama
أجشيدي إيه قريدي إذا هديك عن تهذا كجرتو شيطان كأي أي يمد بويري سوى آخرة هذا أفس هذه أيون كوجي يمد فإن آخرة كافس هذه أيو دوريا ويلكي رابا كجوابي أو حجاج بوح كجواب وحيري ما واحد لا ذهاي أولاد الرسول كأيانا هاي أو قرينا واد نعبته واد كبقى إسامية ويلك وحيري مايو إلى هاي سومدهن ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة قعمه إن هلاك إسكو قريننا إلى هاي سومدهن حجاج وحيري يأكل على ويليه وإيشك وحيري هذين يا هذا الله إنو ويلك وحن كدايو مركز وحيري يأكل على ويليه وحيري يرى وحيري كجوابي هو يأي آبايا إدالي هو يأي آباء أمباء إدالي حجاج وحيري حاجات كتمت ويلك يرى وحيري ملكم بلارم إلهي أبوري مال كميرة أيان كأمت حجاج وحيري وحد يشاك تاويليه عربيا أكرام بضن عربتا هيركا أبود يقسن ما بضن أي وحبحنت بضن يا وي ويلك يرى وحيري بنو طي قبيل ليرى هذا أي عرب أبود يقسن ما بضن حجاج وحيري محي يقسن ماذا بنو طي إيا كرام ذا كقارين ويلك يرى وحيري وحا كبا شي حاتم الأصم نيك ليرى هذا أي كبا شي حجاج وحيري عربيا أشرف بضن هدبا قبائل كبوصات الرياء عربيا أشرف بضن ويلكيرا وحوري بنو مضر با أشرف بضن قبيلك بنو مضر ليرادو أيا أشرف بضن حجاج وحوري محي شرفتك قارين ويلكيرا وحوري نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا كرد شيء قبيلك إساقع حجاج وحوري عربيا أقيس نما بضن قبيلك عرب أقيس نما بضن إيشاد ويلكيرا وحوري بنو هاشم با أقيس نما بضن وأجيلبك النبي قو كرد شيء سببت وحوري بنو هاشم قيس نما وحي كقارين علي بن أبي طالب با كرد شيء حجاج وحوري عربيا او نجاسيسن قبيل اهان قبيلك او نجاسيسن او بخيلسن او خير درن وا قبيلك ويلكيرا وحوري بنو ثقيف قبيلك يدارر بنو ثقيف ايا او نجاسيسن او بخيلسن او خير درن سببتو اه اديغن حجاج ايا كدشاي بوري حديث النبي غن وحو نوت الماماي رير بنو ثقيف وحا كسو بخي دونه نمرود با كسو بخي دونه يا بينالايال beeraluhuna musaylima ayuu ahaa oo nabinimo sheegtay nabruudkuna waa adiga uu yiri oo dadka iska baabiinaya xaqooda iyo dhigooda iska baabiinayo xajaaj intuu carooday aad u xanaaqay buu xiro madaxa ka gooya dadkii maasha fadhiya waxay yiraahdeen wiilku wuu yar yahay iska daa xajaaj intuu carabi xoogaa isu yara dajiyay ayuu wuxuu ku yiri geelaagi geesaha lahaa xageed kaga soo tagtay geeli geesaha lahaa ee aad raacaysaa wiilku xageed kaga soo tagtay wiilki yara wuxuu yiri waxaan kaga soo tagay buur geeli geesaha lahaa waxaan kaga soo tagay isagoo daaqaya geedka oo geedka la yiraahdo suwaan caleemihiisa waa geedan caleemo dhalin qad xakariye leh ayuu u tilmaamaya wuxuu leeyahay geedka suwaan caleemihiisa isagoo daaqaya ayaan ka soo tagay xajaaj intuu qayliyay wuxuu yiri wariyaha waxyuhu aqaliga aan lahayn maskaxdiisuna ay maqan tahay geedka suwaan miya caleemo leh geedka suwaan miya caleemo leh wiilki yaraa wuxuu yiri xageed ku aragtay geel geesa laadna waa adiga iweydiinaya geelaha geesaha lahaa xageed kaga soo tagtay geel geesa la xageed ku aragtay markaad geedka caleenta aan lahayn caleen u diidaysid xajaaj wuxuu yiri wiilyahow qur-aanka ma xafiday wiilyahow qur-aanka ma xafiday wiilki yaraa wuxuu yiri qur-aanka miyaa iga cararaya markaan xafidayo ma isagaa iga baxsanayo markaan xafidayo حجاج وحوري قرآن كما كل مسيو ما أروري سي ويل كيرا وحوري مركان أروري نيو قرآن كما ميا كالداتنا قرآن كما ميا كالداتنا مركان أروري نيو حجاج وحوري إما فهمين سؤال شيء ذا ميا ويل كي وحوكو يري وحاد اتراه لابو يري آدي ويدسا قرآن كما أخر سي ما نفهن تي نهبو يري سيا سؤال شيء ويدي حجاج وحوري وحاد إيشك تا قرآن كآيات أقوين بل إيشك وحدنا إيش أكتا قرآن كآيادة أقو حكم كدير حكم كأمرك إلى قرآن كآيادة أقو حكم سن إيش أك قرآن كآيادة أقو عدالة بدن إيش أك قرآن كآيادة مرك إلى آخرية أقو عبسية بدن إيش أك قرآن كآيادة مرك إلى آخرية أقو رجلا بدن قفت بين آدم رجلا جلس إيش أك وحد إيش أكتا آيات قرآن أو ثمن على مضاد عد عد إلهي على مضاد هل أقو قرآن أي كجران إيش أك وحد إيش أكتا آيات أي كجرتو بين أي شيئين إلما النبي أقول لي يا آيات أي كجرتو رم أي شيئين يهود أي كريستانك يا وحد يشكتا آيات إلهي هذا الكيس أو كجرو إساق أو إساق حالي وحد يشكتا آيات ملائكة هذا الكيس أي كجرتو وحد يشكتا آيات هذا الكي أهل الجنة أو كجرو وحد يشكتا آيات هذا الكي أهل النار كان أي كجرو وحد يشكتا
آيات إبليس هذا الكيسة لغو شاقي ويلكيرا وحوري دقيسو وحوري آيات أقوين قرآن كجرت وآيات الكرسي آيات قرآن كأقوحكم سنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي آيات القرآن كمرك الأخرية أقول عدالة بضن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعدالة آيات المانتو قفو البوح أولي ماذا أمبال الله ميثيا آيات وحي القرآن كأقول عبسية بضن وآيات إلهي وكشاقي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع موحو الرجين يا كل امرئ قفو البو إذنك إذن كمدا أو منهم قال كمدا أن يدخل جنة نعيم قفو البو قال أدوك جوغو ما ينهو جنة اسكقل أيودون يا أيضا أيضا أي أيضا أقضى مع وناكسا أيضا أيضا أقول رجاء بدن روح مركي ورجاء رجاء دون ينا إنه أخري لقرب وحيتها أيضا إلهي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أو أدوما إذا حدك قد بي واحد وشيكتا إني سنك قوصر إن حريستا إذا إلهي دنبينا أعنى الودافا آيات أي كجر تتمن على مضوضا لغو قرنية على مضها إلهي لغو قرنية وحاوية بويري إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ومعنى أنه أيتها سماوات كتدوضة هي تدوضة نل وحا كجرتا هي وقت أهمينك إثبت بدل الكودية مالينك آية إلهي لغو قرانا أو وحا أوشيغي تدوضة عر هي هالدول أسيدين هي أهمينك يا مالينك يتبنك قدقي أي لغو شيء قرآنك وحو يري آيات أي كجرتو بان علم النبي أي شيئان وآيات النبي الله يوسف ولانيه سي مركي أي عيالك انت أي كردين آبوهد آدين أي شيئان إنو دروا عري وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وحي لي بعد القميص كي نبي يوسف ليك بيانها ايه وكسر شبي وحي اهايين وعلمه نبي يوسف رضا شي بان بي شاقين جندا ايهين اقلين سيدا ايوليهي آيات اي يهود اي كريستان كرمتك شاقين وآيات الهي اوليهي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كريستان كوحيدهان يهود وحدين مهيستان يهود وحيدهان كريستان كوحبدين مهيستو هم بيشاغان او دين مهيستان هذا نار بيقالان بويري آيات إلهي ونفسدي سحقي سأكه اللينا وحيتاي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن إيا إنس وما عبورين إيا عبدان مويه وحق إلهي سبحانه وتعالى أوليه أي آيات ذات المانتي آيات كجرت هذا النبي هذا وحيتاي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون معها إنا إذن الله إنما نحجع إنا إذن كان إلهي إذن كي سمويه إذن مكيني كرنو آيات أي كجرت هذا الكملائك توحيتاي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إله وحقاله
iyo aqoona ma lihin wixii aadna bartay mooye aayadda hadalka ahlu jannaha uu ku jiro waxay tahay waqalu alhamdu lillahi alladhi adhhab anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur ilaahay baa mahad iska laho tiiraanyadii iyo murugadii naarta aan ka baqaynay cadaabka na badbaadiyo naga badbaadiyey ilaahaygaasi rabbiga annaga inaan ku shukrno ayuu mudan yahay aayadda ahlu naarka hadalkooda ay ku jirta waxay tahay rabbana akhrijana minha fa in cudana fa inna dhaalimuun ilaahu naarta inaga saar haddaan u laabanno fa innaa dhaalimuuna mar dambe haddaan dembigaa oo kale ku laabanno annaga ayaa dulmi badan sidaa ayay muxuu ahaa ku calaacalayaan aayadda hadalka ibliis uu ku jiro ilaahayna qur-aanka uu ku sheego waxay tahay قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أريغا أياك خير بدل آدم ونار بعد إغا عمورتي آدم رد وبا أياد كعمورتي سيدا أياد أيو شيغي حجاج ويل كبركو إنتي نميي بسؤال ويدي وحيري وحاد إشيك تاقف لغا عموري هودا إيا قف لغو بدبادي هو إيا قف هو لغو ديلي wiilkeera wuxuu yidhi ruuxa hawada laga abuuray waa nebi ciise calayhi salaam oo neef baa laga abuuray ruuxa hawada lagu badbaadiyeyna waa nebi sulaymaan oo dabayl iyo waxbaa u shaqayn jiray uu ku badbaadi jiray ruuxa hawada lagu dilayna qolada hawada lagu baabiyeyna waa qowmu caadoo waxaa lagu dilay iyaguna hawadii iyo dabayshii baa lagu halaagay xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruux laga abuuray geed naf geed laga abuuray iyo ruux geed lagu dilay iyo ruux geed lagu badbaadiyey intuba ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaa geed laga sameeyo naf ahoo geed laga abuuray ushii nebi muuse calayhi salaam markii ay maska isu beddeshay iyadoo geed ka samaysan bay mas isu beddeshay haddana ruuxa geedka ilaahay uu ku badbaadiyeyna waa nebi nuuxo markii dhulkii cirka biyaha ka yimaadeen dooni geed ka samaysan baa ilaahay ku badbaadiyey ruuxa geedka lagu dilayna waa nebi zakariya oo dadkiisu ay ku dileen xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruux biyo laga abuuray ruux biyo lagu badbaadiyey dhexdooda iyo ruux biyo lagu halaagay wuxuu yidhi wiilkii yaraa waxaa biyo laga abuuray aadam calayhi salaam waxaa biyo lagu badbaadiyey nebi muuse oo baddi ka gudbay waxaa biyaha lagu dilayna fircawn iyo qowmkiisa xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa wax naarta qof naarta laga abuuray iyo qof naar laga badbaadiyey wiilku wuxuu yidhi naar waxaa laga abuuray ibliis naarna waxaa laga badbaadiyey nebi ibraahim markii lagu riday godkii dabka ahaa xajaaj wuxuu yidhi marka wiilkii yaraa uu su-aal kale weydiiyo waxa uu yidhi waxaad ii sheegtaa buu yidhi webiyada jannada iyo tiradooda ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi webiyada jannada mara aad bay u fara badan yihiin oo tiradooda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa unbaa garan kara soo ilaahay ma dhihin buu soo ma dhihin jannada waxaa ku jiro webiyaal biyo aan isbedelaynin webiyaal caano aan dhadhankoodu bedelmaynin iyo waxaa ku jiro webiyaal khamri oo qofka caba qolada cabta ay dhadhan dhadhansanayso iyo webiyaal malab ahoo saafiyaal ah ayaa ku jira soo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma uusan dhihin markaasuu wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhammaantood buu yidhi webiyaashaad arkayso hal meel bay ka soo wada burqadaan iyagoo caano iyo biyo iyo khamri iyo muxuu ahaa malab isla ah bay haddana hal meel ka soo burqadaan iskumana darsamaan buu yidhiyo biyihii caanihii baa istaabta lama dhahayo wuxuu yidhi mid la mid ah webiyaasha iyadu sidaa ahna kuwo la mid ah adduunyada ayaa laga helaa oo madaxa bini'aadamka ayaa laga helaa buu yidhi wiilkii yaraa wuxuu yidhi webina dhadhankiisa wuxuu yidhi waa dhanaan webina dhadhankiisu waa kharaar webina dhadhankiisu wuu mac yahay haddana webiyada iyaga ah iskuma darsamaan oo wuxuu ula jeedaa isha biyaha ka soo baxo ilintu waa dhanaan buu yidhi dhegta dhukayga iyo malaxda ka soo baxdana waa kharaar
afka candhuufta ka soo baxdana waa macaan saddexduna madaxibay ka soo baxaan haddana iskuma darsamaan xajaaj wuxuu yidhi ahlujannuhu way cunaan way cabaan mana saxaroodaan ee wax la mid ah ahlujannaha ma laga helaa adduunyada ruux intuu cuno cabo aan saxaroon wiilkiira wuxuu yidhi haa waa uurku jidhka caloosha hooyada ku jira ubadka yar waxbuu cunaa waxbuuna cabaa mana haddana caloosha hooyada ku dhex saxaroonayo xajaaj wuxuu yidhi waxaad sheegtaa buu yidhi dhiiggii ugu horreeyo adduunyada ku dhibcay markii ilaahay uu aadam iyo abuurayba dhiiggii ugu horreeyo dhulka ku dhibcay ma sheegi kartaa markaas wiilkii wuxuu yidhi haa waa dhiiggii xaawo ka yimid xaydka ahaa caadadii kaa ayaa ugu horreeya wax dhiig ah oo dhulka ku dhibca xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa caqliga bal wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg caqliga wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg xishoodka wax iiga sheeg deeqsinimada wax iiga sheeg geesinimada wax iiga sheeg karaamada iyo sharafka wax iiga sheeg shahwada iyo qooqana wax iiga sheeg buu yidhi waad garatay soomaan wiilkeenaa wuxuu yidhi haddaan wax kaaga sheego caqliga ilaahay toban buu u qaybiyey sagaal ragga ayuu siiyey halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay toban buu u qaybiyey sagaal reer yaman baa la siiyey halna adduunka kalaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay wuxuu u qaybiyey toban sagaal dumarka ayaa la siiyey halna ragga ayaa la siiyey deeqsinimada ilaahay wuxuu u qaybiyey toban sagaal ragga ayaa la siiyey halna dumarka ayaa la siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay toban buu u qaybiyey sagaal carab baa la siiyey halna adduunka ayaa loo qaybiyey shahwada iyo qooqa iyo damcuna ilaahay toban buu u qaybiyey sagaal dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey waad garatay soomaa wuxuu yidhi ilaahay caqliga toban buu u qaybiyo sagaal waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay wuxuu u qaybiyey tobano sagaal reer yaman baa la siiyey halna adduunyada kale ayaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay toban buu u qaybiyey sagaal dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey deeqsinimada ilaahay toban buu u qaybiyey sagaal waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay wuxuu u qaybiyey toban carab sagaal buu siiyey sharaf jaceylka iyo geesinimada carab sagaal buu siiyey halna waxa uu siiyey adduunka inta ka soo hartay qooqa iyo waxdoonkuna damaca ilaahay toban buu u qaybiyo sagaalna dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey xajaaj markaasi wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa su'aal baan ku weydiinayaaye qofka muslimka sanadkii hal mar wax ku waajibay ii sheeg wiilku wuxuu yidhi waa soonka xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa qofka muslimka cimrigiisa hal mar wax ku waajiba wiilkii wuxuu yidhi waa inuu beytka ilaahay usoo xajiyo xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa waxa kuugu dhow hadda adiga agtaada kuugu dhow ii sheeg wiilku wuxuu yidhi aakhiro ayaa ii dhow aakhiro ayaa hadda ii dhow xajaaj wuxuu yidhi subxaanallah ilaahay baa xumaan ka fog buu yidhi qofkuu doono ayuu xikmad siiyaa buu yidhi ma arkin buu yidhi wiil adiga cilmi iyo caqli iyo maskax kugu dhan ma arkin wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan mudanahay in la isiiyo waan mudanahay inaan helo xajaaj wuxuu yidhi dadka yaa u xaqnimo badan inay khaliif noqdaan qofka inuu xukumo dad xukumo yaa u xaqnimo badanoo qofka inuu dadka hogaamiyo xajaaj wiilkii yaraa wuxuu yidhi kan dadka markay khaldamaan iska cafiyo wanaagna ugu bedela labada qofood ishaysatana cadaalad u sameeyo xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa haweenka bal wax iiga sheeg haweenka bal wax iiga sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi wiil yar baan ahoo toban jir ah haweenna weli ma aanan guursan dumarna weli ma aanan shukaansan welina lama aanan seexanoo ma aanan jeclaan maxaad iga weydiinaysaa balse haddii aad jeceshahay waxa dadka ay ku sheekaystaanoon meelaha ka maqmaqlay baa wax kaaga sheegayaa markaasi wuxuu yidhi xajaajow haddaad hesho gabar toban jir ah xuurulciin baad gacanta ku haysaa buu yidhi gabar toban jir ah haddaad hayso xuurulciin ayaad gacanta ku haysaa iyo sankaafakan waad garatay soomaan xuurulciin baad gacanta ku haysaa iyo sankaafakan labaatan jir haddaad heshana muraayad iyo wax dhaldhalaalayo qurux badanood fiiriso indhahaagu qabtaan waad haysataa saddan jir haddaad heshana jannatu naciim janno iyo barwaaqaad gacanta ku dhigtay afartan jir haddaad heshana cad iyo cadiin iyo baruur baad gacanta ku haysaa kontan jir haddaad heshana wiilal iyo gabar waad heshay lixdan jir haddaad aragtana lixdan jir maxaad iga weydiino oo faa'iidada kugu jirta maxay tahay buu yidhi dan miyaa kugu jirto toddobaatan jir iyo siddeetan jirna waa cajuuse gabowday isaga fogow ka carar sagaashan jirna waa shaydaane ka tag boqol jirna waa asxaabuljaxiime isaga carar xajaaj intuu qoslay
qasr la dhacay buu wuxuu yiri dumar teeba u wanaagsan dumar teeba u wanaagsan wiilkii yaraa wuxuu yiri dumar waxaa u wanaagsan buu yiri tan muuqaalkeeda iyo dhismaheeda jirkeeda quruxdeeda ay ku qanciso carabkeedana uu fasiix yaho aan lahayn carab gajo iyo shigshig midna aanan ku jirin marka ay ku soo qaabisho soo socoto horteeda aad aragtanu naaska ibtiisa u nuuxnuuxso dhagdhagdhag u dhaho markay sii jeesatana barida ay gadaal u sii ruxanto xajaaj wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaa buu yidhi qofkii ugu horreeyey ee shicir tiriya adduunyada inta la joogay ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi aadam calayhi salaam buu ahaa ruuxii ugu horreeyey ee shicir tiriyey wuxuuna tiriyey wiilkii qaabiil markii uu dilay walaalkii haabiil uu dilay ayuu nebi aadam isagoo baroordiiqanayo shicirkan tiriyey oo wuxuu yidhi bakat caynii ishaydii way oysay waxuqa lahaa bukaahaa inay oysana xaq bay u leedahay wa damcu lcayni isha ilinteeda munhamilun yasiixu way dareeraysaa wax dareeraya weeye famaalii maxaa igu dhaco laa ajuudu aanan ugu deeqaynin wiilkayga bisakbi damcin ilin inaan u qulquliyo wa haabiilu wiilkii haabiil ahaana tadammanahu dariixu dhulka hoostiisa iga maray ramaa qaabiilu qaabiil waxa uu riday uu ku tuuray dhagax a haabiilu haabiilan akhaahu walaalkiisi haabiil ahaa ayuu dhagax ku dilay walxaddu fi thara alwajhu asabiixu wuxuu yidhi xadkuna sida muuqato wejhigii ifayay wuu aasmay taqayarat albilaadu ifkoo dhan wuu isbedelay taqayarat albilaadu ifkoo dhan iyo adduunkoo dhan wuu isbedelay waman calayhaa iyo wixii ku dul nool fa wajhu alardi dhulka dushiisa muqbarun kashiixun waa ku isbedelayoo midabkiisa doorsoomay tabaddala kullu dii tacmin wa lownin mid walboo dhadhan lahaa midab lahaa wuu isbedelay lifaqdika weynta aan ku waayey yaa sabiixu yaa maliixu kii wanaagsanaa aan jeclaayo ayaa haabiilu haabiilow in taqtul haddaad dishay walaalkaa in tuqtal dheh haabiilow haddii lagu dilay fa innii calayka addahru mukta'ibun qariixu inta aan noolahay waan kuu tiiraanyoonayaa oo adiga ayaan kuu walwalayaa sidaa ayuu nebi aadam ku calaacalay fa anta xayaatu man fi lardi jamiican inta dunida ku nool noloshooda waa adiga waqad faqaduuka yaa ruuxu wa riixu kii carfayo wanaagsanaayo way ku waayeen wa anta rajiixu qadrin yaa fasiixu waxaa tahay ruux la waayey oo loo baahnaa saliimun bal samiixun bal sabiixun waxaa tahay ruux magangelyo iyo badbaado ku jiray bal cafin badan baad ahayd bal ruux wanaagsan baad ahayd walasta mayitan ma tihid ruux geeriyooday bal anta xayun waad nooshahay buu yidhi wa qaabiilu shaqiyu doqonkii ku dilay gacanta kula tegay huwa ariixu ka dhintay maanta adduunyada waa isaga calayhi sakhtu min rabbi lbaraaya caradi ilaahay dushiisa ha ku dhacdo wa anta calayka tasliimun sariixun badbaado iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato sidaa ayuu ku calaacalay nebi aadam wiilkiisa marka la dilay markuu calaacalay kadib baa shicirkii labaad oo jawaabta waxaa u tiriyey ibliis oo meel ka dhow nebi aadam taaganaa baroordiiqiisana maqlayey wuxuu yidhi tanuuxu waad qaylinaysaa cala albilaadi magaalooyinka ayaad ku qaylinaysaa waman calayhaa iyo ciddi dulsaaran baad u qaylinaysaa wa fil firdawsi jannadina qad daaqa bika alfasiixu ciriir kugu soo noqotay jannaduna ciriiri bay kugu soo noqoto adii ilmahaagoo janno ku jiro ayaad ku soo noolaan weysay wa kunta bihaa janno ayaad ku nooleed firdowso wazawjika iyo wiilkaaga iyo wazawjika xaaskaaga fii naciimin barwaaqo ayaad ku sugnoodeen min almowlaa allaha idin abuurta u idin siiyey wa qalbuka mustariixun qalbigaagana wuxuu ahaa qalbi raaxaysanaya khadactuka aniga ayaa ku khayaamay fii dahaa'ii maskaxdaydii ayaan kugu khayaamay uma makrii dhagartayda beenta aheedun kugu dhaartay baan kugu khayaamay ilaa anfaataka alcayshu arashiixu noloshii barwaaqada badneed ee jannada ilaa ay kaa soo gudubtay faqaala alxajaaj xajaaj wuxuu yidhi marka ii sheeg buu yidhi wiil yahow carab shicir ay tirisay midka ugu qiimaha badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi shicirkii uu tiriyey xaatimu taa'i ayuu ahaa markii uu yidhi wa ukrimu dayfa waxaan karaamaynayaa martida xatman qasab iyo dirqin anigoo ay igu tahay xiina yatruqunii markuu ii soo garaaca albaabka qabla alciyaali intaanan carruurtayda siinin waxa ay u baahan yihiin calaa cusrin haddii faqri u ahayo wa iisaarin iyo haddaan dhaqaalo haystaa intuba
ilmahayga waxaan ka hormarinayaa martida albaabka ii soo garaacdo ninkii yidhi shicirkii uu tiriyey ayaa ugu qiimo badan shicir la tiriyo xajaaj wuxuu yidhi wiilyahow waad mahadsan tahay waadna wanaajisay cilmigaagii faraha badnaana waad nagu deeqday ee waxaa qasab ah annaguna inaan ku karaamayno waxaan ku siinayaa buu yidhi kun diinaar waxaan ku siinayaa dhar qurxoon waxaan ku siinayaa gabar waxaan ku siinayaa seef waxaan ku siinayaa faras xajaaj markaasuu si hoose intuu isula hadlay wuxuu yidhi wiilkan hadduu qaato faraska waan dilayaa maya hadduu faraska qaato wuu iga badbaaday inta kale laakiin hadduu qaato waan dilayaa sidaa ayuu xajaaj usii yidhi wiilkii buu arrintii u sheegay arrintii baa la keenay waxaa la keenay lacagtii kunka diinaar ahayd iyo maradii qurxooneyd iyo gabadhii iyo seeftii iyo faraskii baa la keenay markaasuu xajaaj wuxuu yidhi wiilyahow waxaa doonta ka dooqo wiilkii intuu islahaa keed qaadataa baa gabadhii addoontii ahayd oo wiilka la siinayo ku jirta wixii la qaybinayay baa intay wiilka u iljibisay bay waxay ku tiri aniga i qaado waxaan odhan alaa kaaga fiican lacag maxay kuu taraysaa faras muxuu kuu tarayaa seef maxay tartaa mara qurxoon maxay sheegtaa aniga ayaa kaaga fiican aniga i qaado intay wiilka u yara iljibisay markaasuu wiilkii wuxuu yidhi dan kaamalihi buu yidhi dan kaamalihi markaasuu shicir yar u tiri wuxuu yidhi lijaankan iyo madaxan guduudan ee ruxmayo faraskii buu ula jeedaa ayaan ka jeclahay waxa aad iigu iljibinayso inaan adiga ku qaato ah waxaan ka baqayaa buu yidhi haddaan firaashkii gogasha ku duldhacoon xanuunsado cilladii iyo jiradaydana ay dheeraato inaadan ila sii joogin waxaan ka baqayaa haddaan meel haadaana ka dhacno haddaan haadaan ka dhacno zamankuna uu i bedelo inaadan ii gargaarin jiis iyo wax haddaan noqdo inaadan ii gargaarin waxaan ka baqayaa haddaad lacagta yaroon haystood iga weyso in aad dadka lacagta lahoo cadowgayga ah iga raacdo gabadhii baa u jawaabtay waxay tidhi ilaahay baa xumaan ka fog bay tidhi waxaad i tidhaahdaa ayaan samaynayaa haddaad gacantayda bidixda goyso midigtaydana aad goyso sirta ninkayga qalbigayga ayaan ku qarinayaa waxaan ku qancayaa wixii yar uu ii keeno iyo wixii badanba haddaad ila noolaato dabcigayga waad garan doontaa waxaad ogaan doontaa ruux lala noolaada kan ugu khayr badan inaan aniga ahay ayaad ogaan doontaa waa garsooma xajaaj wuxuu yidhi marka gabadhii buu arko gabay tirinayso wiilka u iljibinayso hoogto ma xishootid miyaa wiilka intaad u iljibisay baad weli shicir ugu jawaabaysaa miyaa wiilkii yaraabaa marka intuu hadlay wuxuu yidhi xajaajow waxaad ii keentay buu yidhi faras kun diinaar mara qurxoon gabar seef haddaad khiyaar isiisood i tidhaahda keed qaadan lahayd faraskaan qaadanayaa buu yidhi aniga haddaad khiyaar isiiso faraska ayaan qaadanayaa waa faraskii la yidhi hadduu qaato wuu ku badbaadayaa faraska ayaan qaadanayaa ayuu yidhi haddaad khiyaar isiiso adiga laakiin haddaad xalaal tahay oo dhiig xalaal iyo dhacaan xalaala aad ka dhalatay kulli baad isiinaysaa xajaaj wuxuu yidhi qaado ilaahay kuuma barakeeye qaado kulligooda ilaahay kuuma barakeeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan kaa gadoomay buu yidhi adigana ilaahay wax ka dambeeya intaad isiisay kuma siiyo ani adigana mar dambe ilaahay nama kulmiyo wiilkii yaraa marka wixii markii isku qaatay faraskii kunkii diinaar maradii seeftii gabadhii markuu isku qaatay buu wuxuu yidhi xajaajow xaggeen ka baxaa xajaaj gurigiisa albaabo badan buu lahaa irdaha qaar markii laga baxo qofka madaxaa laga gooyaa qaar qofka gacmaha laga gooyaa qaar qofka xabsi baa la dhigaa qaar qofka waa la karaameeyaa xaggeen ka baxaa buu yidhi xajaajow xajaaj wuxuu ku yidhi albaabkaas ka bax buu yidhi haddaad ka baxdo waad ku badbaadaysaaye dadkii meesha fadhiya waxay ku yidhaahdeen wiilkan sidan kula hadlay aad adeeggan carabta aysan qabin kula hadlay hadalladan jawaabahan xunxunka ku siiyey albaabka uu ku badbaadi lahaa uu ka bixi lahaa maxaad ugu tilmaantay ha la dilay maa albaabka lagu dili lahaa u tilmaantid xajaaj wuxuu yidhi hadduu iska bixi lahaa albaab xun ka bixi lahaa ma aanan celiyeen laakiin wuu ila tashaday buu yidhi xaggeen ka baxaa ayuu i yidhi qofka haddii lala tashadana waa inuu aamin noqdaa qof lala tashaday waa qof la aminay wiilkii yaraa wuxuu ka baxay albaabkii buu ka baxay isagoon waxba la gaarsiinin gabadhii faraskii kunkii diinaar maradii qurxooneed seeftii intiiba isla qaatay
buu ka baxay ilaahayna uu ku badbaadiyey. qisadeennii intaa ayay ku soo dhammaatay.